يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد صلى الله عليكم. يقول السائل: السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله. انتشر في بلادنا المشعوذون والسحرة، فكيف نتعامل معهم علما بأن الدولة لا تردعهم؟ احذروهم وحذروا الناس منهم، هذا وسعكم. ليس لكم أن تقتلوا أحدا أو تعزروه، لكن اهجروهم وابغضوهم، حتى وإن كان أمك أو أبك، ما دام أنه على هذا ولم يفد فيه النصح وبذل البر والاجتهاد في الوعظ والتخويف بالله فيهجر، ولا تواكله ولا تشاربه ولا تصلي عليه إن مات وهو على هذا السحر والشعوذة.